الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فضل انتظار الصلاه. بعد ان ذكر رحمه الله تعالى فضل الصلوات وفضل المشي إلى الصلاة، ذكر باب فضل انتظار الصلاة. فانتظار الصلاة له فضل كبير وأجر عظيم، والانتظار يشمل انتظار الصلاة مع الصلاة الأخرى، كان يجلس مثلا بين الظهر والعصر لا يخرج، ويشمل أيضا الانتظار من جاء مبكرا وانتظر الأذان أو انتظر الإقامة، فكل ذلك يدخل في انتظار الصلاة. وعلى طول الوقت يكون الفضل كما سيمر علينا في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله: باب فضل انتظار الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فدام ينتظر الصلاة، والذي يجعله يجلس في المسجد وينتظر الصلاة، الصلاة التي بعدها، فهو في صلاة، في حكم الصلاة. فهذه الفضيلة الأولى، أن له أجر الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو في صلاة. ثم قال: لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، يعني ليس له شيء يمنعه من الخروج من المسجد إلا هذه الصلاة، يعني لم يجلس في المسجد من أجل الاستراحة، ولم يجلس في المسجد من أجل أن يتكلم مع زميله ونحو هذا، وإنما جلس من أجل انتظار الصلاة، فله هذه الفضيلة العظيمة. ثم قال: وعنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ما الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وهذه الفضيلة الثانية العظيمة. الفضيلة الأولى أنه في صلاة، له حكم الصلاة وأجر الصلاة. والفضيلة الثانية أن الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، وفسره النبي بقوله: تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأي فضيلة كهذه الفضيلة؟ أن الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فانتظار الصلاة من أسباب المغفرة ومن أسباب الرحمة، فحري بدعاء الملائكة أن يستجيبها الله سبحانه وتعالى. فهذه فضيلة عظيمة ينبغي الإنسان لا يفرط فيها، يحرص إلى التبكير إلى الصلاة، بكر إلى الصلاة حتى تفوز بهذه الفضيلة العظيمة، أن الملائكة تدعو لك، تصلي عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيدين، فقال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. وهذا فيه أنه ينتظر الصلاة في المسجد، يعني يصلي ثم ينتظر في مصلاه الذي صلى فيه، المراد به المكان يدخل فيها المسجد عموما، ولا يلزم أن يكون في نفس المكان الذي هو جالس فيه، المهم أنه لا يخرج عن المسجد. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال: ما لم يحدث. وهذه اختلف فيها العلم ما المراد بها، فمنهم قال: ما لم يحدث، أي لم يفعل بدعة، فإن فعل بدعة خرج من الفضيلة. وقيل: ما لم يحدث، أي لم يفعل حدثا ينقض الوضوء، وهذا أظهر في معنى الحديث، أنه لم يفعل حدثا ينقض وضوءه، لأنه إذا انتقض الوضوء انتقضت الصلاة. فهذان قيدان قيدهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في صلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم ذكر مصنف آخر حديث في هذا الباب، قال: حديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا
ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد: جواز تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل وهو آخر وقتها، آخر وقت صلاة العشاء شطر الليل على الصحيح، آخر وقت آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، ويحسب نصف الليل يحسب من دخول الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر، ويقسم نصفين، والنصف يكون هو نصف الليل، فلا يجوز أن تؤخر صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل، فهذا هو وقتها على الصحيح من قوله العلم. ولبعض أهل العلم يقسم الوقت إلى وقت اختيار وإلى وقت اضطرار، ولكن الصواب في هذه المسألة، والذي رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، ولا يجوز أن تؤخر إلى بعد نصف الليل إلا لمن كان معذورا، فمن كان معذورا عذره بينه وبين الله، لكن لا يجوز أن تؤخر من غير ضرورة أو من غير عذر شرعي. فالأصل في صلاة العشاء التأخير، أن تؤخر إلى آخر وقتها، هذا هو الأصل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخر صلاة العشاء مع الصحابة قال في الحديث الآخر: هذا هو وقتها لولا أن أشق على أمتي، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الوقت إلى أول الوقت، وذلك لأن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها صلاة العشاء في مشقة ولا شك على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وأرحم الخلق بالخلق، فلذلك عدل عن أفضلية الوقت إلى الوقت المفضول من أجل تحقيق المصلحة الكبرى وهي اجتماع الناس على الصلاة. ولكن من كان في برية مثلا ودخل عليه وقت العشاء والجمع يعني لا يخشى عليه التفرق، فالأفضل في حقهم أنهم يؤخروا إلى آخر وقت العشاء، وإن صلوا في أول الوقت فلا بأس، لكن إن أخروا فهو أفضل، لأنهم مجتمعون في نفس المكان ولا يخشون التفرق، فهم جالسون، فإذا جاء آخر الليل آخر وقت صلاة العشاء قاموا وصلوا، وهذا هو الأفضل في حقهم. أما عند المساجد فإن الأفضل أنها تقام في أول الليل في أول الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم قال: ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، إن هناك ناس صلوا وناموا، وهناك من الصحابة من انتظر الصلاة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، فقال لهم: إنكم في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. وهذه هي الفضيلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في فضل انتظار الصلاة، أن المنتظر له حكم المصلي في الأجر والمثوبة. وأيضا الفضل الثاني أن الملائكة تدعو له وتصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.